نفس المحور، ليلة المباراة كيف تكون؟ صعبة. في أنا كلاعب أتكلم عن نفسي كلاعب أمانة، يعقوب أعيش أنه خايف من أمر أني أنا أكون بمستوى وأقدم شيء غير اللي أنا أعرفه عن سبيت. يعني مثلاً أن اللاعب مهم كيف يجهز نفسه حق هذه المباراة كامل حضوره. يعني لا تقول اليوم هاي أنه مش نفس مباراة الدوري، أنه ممكن أعوضه وفي مباراة ثانية، أو إذا ما كنت زين ما في مشكلة. لا، على كل لاعب اليوم هو المهم أنه كيف يجهز نفسه بأي طريقة كانت، تكون أو لا تكون. طبعاً لأن يعقوب المهم من اليوم صراحة، يعني الدوس قال كلمة ما في بعدها كلام، اللي هو رفع علم البلاد في أعلى المحافل. اليوم أيضاً نحن لابد أن نعرف أن نحن كلعيبة مواطنين أن هذا منتج إماراتي. نحن اليوم نتكلم عن دوري أفضل في آسيا من خلال لاعبي العين، من خلال نادي العين، من خلال الفكر اللي وصل له نادي العين في الظهور هذا. فعلا ما كنا يعقوب بكل أمانة أفضل فريق فنيا، بس كنا أفضل فريق من ناحية الروح القتالية، وهذا أمر صعب أن الواحد يجاوزه. إذا كانت الروح هذه موجودة اللي شاهدناها من خلال جميع المباريات تتغلب على كل شيء. أعتقد العين فريق صعب اللي بأي لاعب كان موجود عنده في الملعب، وعطانا كثير من الدلائل. وأنا أقول لك الروح اللي يقدمها العين في آسيا يجعلك أنك تراهن عليه أنه يكون إن شاء الله صاحب النجمة الثانية من خلال المسيرة هذه.